هذه الاخت ديالي اللي هنا محروقه هي والبنت ديالها سميتها نجات، محروقه عندها حروق من الدرجه الثالثه على مستوى اليدين ديالها بجوج، الحاله ديالها مستعجله وحاله حرجه راها تحت المراقبه. البنت ديالها حتى هي عندها حروق من الدرجه الثالثه في يديها بجوج، وعندهم حروق من الدرجه الثانيه على مستوى الوجه، وعندهم حروق في البواطخين ديالهم. حنا جينا عير ديال بعد واحد الاخ مريض فهمتي، قالت المراه غنمشيو نتقضاو ليه شي حاجه ديال زعما نفقوا عليه وداك الشيء. داخله المراه هي والدريه اختي وبنتها السوق، طلعت معاهم البوطه ما عرفوها منين جاتهم ديك العافيه، تشتات عليهم تشتات على بنادم بزاف ماشي شويه صاحبي، راه قريب من 50 واحد ولا 60 واحد هكاك ولا ولات شاده بدوك الميكات ديال عباد الله اللي دايرين ضليلات والكواش ديال عباد الله، وكانوا العافيه ولا تصيقه بنادم غادا به. ودابا هذوك اللي تحرقوا طاحوا وبداو تيعبطوا عليهم الصحاح هاربين. انا المراه صلخوا لها ايديها علي تيعبطوا عليها برجليهم صلخوا لها ايديها هكا حتى ولا العرق تيبانوا لها. انا شفت بان الناس مساك المستعجلين، يعني بحال دابا نيت في المستعجله جوج ديال لانفيرميري وقع في 40 شخص، الدراري الصغار الاغلبيه راهم توفوا وما قالوش هما هذه الحالات هذه، الناس بزاف وقع بهم خطر. يعني هنايا قليل باش يخلوا الناس بعدا غير يشوفوا لا فامي ديالهم، ما كيشوفوش الناس كاع العائلات ديالهم، حابسينهم على برا، دونك خلوا الناس يشوفوا العائلات ديالهم، حتى لا كان شي دواء تخيطوا وخرجوا لهم، راه السيده هنا مريضه بالسكر ما لقات حتى اللي يعطيها حتى الماء. انا هو الاخ ديال العبادي عبد العبادي المهدي اللي تصابين في السوق، طلقات عليه بوطه بان فقد الرجل ديالو والرجل الاخرى حتى هي بان راه محسوبه مفقوده. مشى يتسخر الوالده، ملي تسخر وقعت ديك الحادثه، فاش وقعت الحادثه طردت عليه ديك البوطه ديال صاحب الحوت، من تما صافي هما يعطونا الناس قالك تعال روح خوك دينا للسويس. الحاله شناهم تما انا شتهم تما في عين المكان، ما بقاوش يهزونا لا بلا ليبونس لا والو، جتهم بالطوموبيل ديال الدري ولدي عيطت عليه باش من تما حتى العين عوده. عاد جتهم بالطوموبيل دخلنا هنا راكبوا تنتسناو. دابا الدريه عندي محروق للراس والوجه ومحروق لليدين، والمراه عندها الوجه وليدين مسلوخين توقعوا العروق تيبانوا العروق. السبب هو ان السيد اللي كيقلي الحوت قال لك في السوق، سوق داك ديال عين عوده ديال تنين، تيقلي الحوت وداير المجمر داير فيه العافيه وحط فوق منه البوطه، لان البروده ما تتخليش ليه العافيه تطلع مزيان، حط فوق منه البوطه. انفجرت هذيك البوطه والميكات باش مدرقين باش ديري القياطن وداك الشيء، كلشي بدا تيطيح على الناس تحرقوا، اللي شدات ليه العافيه في حوايجو الناس كطفي حوايجها كتحرق يديها. وعاد التدخلات كانت شويه كانت ثقيله بزاف باش يدخلوا الناس ويصوفيو الناس اللي هما محروقين، تعطلوا بزاف سورتو ان كانت واقيلا امبيلونس وحده اللي نقلات بعض الناس والناس الاخرين بقاو ملوحين. هذا ماشي معقول، يعني على مستوى عين عوده على الاقل خاص يكونوا دي زومبيلونس اللي يهزوا الناس اللي ينقذوا الناس، ماشي كاينه امبيلونس وحده باش تهز الناس كاملين اللي محروقين، راه با بوسيبل.